أي جدول فيه واحد المجموعة ديال البيانات، والجدول عنده واحد الخلاصة عامة، وهاد الخلاصة عامة اللي غادي نقدروا نحطوها بالعنوان ديال الجدول. دونك العنوان، ولا في هذه الحالة كاين واحد التاغ كابشن اللي كتخول لنا بأننا نحط العنوان الرئيسي اللي عنده علاقة بالجدول. دونك خلاصة عامة على أشنا هو البيانات اللي غتكون عندنا هنايا. دونك كيف ما قلنا هاد كابشن كنحدوا فيها تايتل ولا العنوان الرئيسي ديال الجدول. ثاني خاصية عندنا هنا بأنك إن فوا تقرر بأنك تستعمل هاد التاغ اللي هي كابشن خاصة تكون الابن رقم واحد بالنسبة للتيبل، يعني إن فوا تدخل تيبل تلقاه هي الأولى. داكشي علاش كنشوفوا باللغة الإنجليزية هنايا first descendant of a parent table، يعني أول ابن في التيبل ديالنا قبل من تيهاد وتيبالي تكون هي الأولى إن فوا تقرر بأنك تستعملها. وكنشوفوا هنايا لافيشاج او نيفو ديال الجدول ديالنا كتافيش الفوق. غنشوفوا البوانت الثالث اللي هو صراحه داكشي علاش ما كيستعملوهاش بزاف ديال الناس هاد كابشن، تيقول لك بان هاد العنوان اللي كاين هنايا بالضبط ما خاصوش يكون الفوق، خاصو يكون التحت، لان العنوان ولا الخلاصه الرئيسيه اللي كتخص واحد التيبل ولا واحد الجدول تيقول لك من الاحسن تكون التحت ديال الجدول. داكشي علاش بزاف ديال الناس كيحاولوا ايفيتيو ما يخدموش بها. غير هو كاين حل بالنسبه لهذه المشكله، واحد السي اس اس بروبرتي اللي كتخول لنا بان الكابشن غادي تخدم لتحت. هذا ماشي درس ديال سي اس اس، ولكن غنشوفوا هذه البروبرتي اللي غادي تخول لنا باننا نخدموا بالكابشن لتحت. هذا واحد الجدول فيه واحد المجموعه ديال البيانات اللي كتخص واحد الشخص والايام اللي كيخدم فيها، وهذا التوتال ديال السوايع اللي خدم والتوتال ديال الدقائق. دونك كخلاصه عامه غادي نسمي العنوان الرئيسي ديال هذا الجدول هو عربي مهدي ورك دايز. غادي نجي هنايا كيف ما قلنا اول ابن بالنسبه للتيبل غنديرو هو كابشن، خاصو يكون قبل من الهيد وقبل من البادي وقبل من اي تاغ اللي هي عندها علاقه مع التيبل. دونك غنجي هنا وغندير كابشن وغنسميه عربوي مهدي ورك دايز سوف غارديو وافيشي لا باج ديالو. ها هو التي تخدزاد الفوق، غير هو انا هنايا مابليكي واحد سي اس اس. دونك مابليكي واحد سي اس اس باش يبان فحال هكا. كيف ما قلنا المشكل اللي كاين عند بزاف ديال الناس غنحيد بعدا هاد السي اس اس اللي مابليكي على الكابشن. وكيف ما قلنا المشكل اللي كاين او نيفو ديال هاد الكابشن هو الناس ما كيبغيوهاش تبان الفوق، دونك كيبغيوها تبان لتحت الا كانت عنده او نيفو ديال التيبل. يعني سي اس اس ولا البروبرتي سي اس اس اللي غتخولنا نديرو هادشي هي كابشن سايد وكنديرو بارم، يعني كابشن سايد كتحدد بان هاد التايتل ولا الكابشن غادي يكون لتحت سوف غاردي ونعرف فيشي لاباج ديالي وها هو بان لتحت. صراحة هذا ماشي درس ديال سي اس اس، ما اللي بغيتكم تعقلوا عليه هنايا بان العنوان الرئيسي ديال اي جدول تيكون هو الاول اول ابن اونيفو ديال التيبل. غير هو الا كان عندك مشكله بانه راه خاصو يبان لتحت تقدر تخدم بهذا البروبرتي سي اس اس اللي هي كابشن سايد. هذا البروبرتي اللي غتخول لك بانك تكونترولي فين غادي تبوزيسيون هذا الكابشن، اما في البارم ولا في التوب، الا درت التوب هنا غيمشي التوب، ولا درت بارم غادي يمشي هنا لتحت.